لبنان تاتو فيستيفال بنسخته الثانيه، المشاهد كنا عم نشوفها من السنه الماضيه. ولنعرف اكثر عن هالسنه وعن هالنسخه معنا منظمه هالمعرض نوره جارودي. اهلا وسهلا فيك نوره. انت ما عندك تاتو على جسمك ابدا الا بس اسم ابنك، جوزك هو اللي عمل لك تاتو لانه هو واحد من الفنانين يلي مشاركين بالمعرض. رح يصير في تاتو ثاني اسم ابنه الثاني بس تخلص بس تولد معقوله. اوكي، بس جوزك يلي جرك على هيدا المطرح او بحكم انك مرته على الارجح صرتي بهيدا المطرح صح؟ نحن بالصدفه اجتمعنا مع اول تاتو ارتست كانوا 14 واحد هديك السنه، ومن هونيك ساعتها استلمت البروجي وعملناه اول سنه. ات واز ا فيري بيج سكسس، ورجعنا هلا عم نرجع نعمله عن جديد. اوكي، برايك هالشي يلي هو التاتو، هالفن، هالهوايه، الناس عم تقبلها اكثر بما انه بنعرف انه مش من زمان حتى صار في لغط كثير كبير حول اذا مع ولا ضد التاتوش، شو بيعني للناس للمجتمع للدين؟ هلا اول ايفنت هديك السنه عملنا شوي على صغير لنشوف الفيدباك تبع العالم، وعلى اساسها عم بيكون في عنا رده فعل كثير بوزيتيف. So this is why رجعنا هالسنة عملنا another one، وفي international artists مشاركين معنا هالسنة غير اللبنانية اللوكل. يعني السنة الماضية كانوا بس 14 لبناني. بس 14 لبناني. Okay. هالسنة عنا 21، من ضمنهم في عنا من قبرص، عنا من برلين، عنا من UK، عنا من عملتوا على موسع كثير هالسنة. صح، وهن اللي طلبوا يشاركوا معنا. لما نقول فيستيفال للتاتو بيكون في اكيد عالم هن بيعملوا تاتو، رسامين تاتو، وكمان عالم بيقصدوا انه يعملوا تاتو بالفستيفال هيك بيصير مزبوط. يا اما عندهم الشواء انه يتصلوا بالتاتو ارتست، نحن بنعلن عنهم على الفيسبوك بيج والسوشيال ميديا اند ذا ويب سايت، بفوتوا بيشوفوا التاتو ارتست على اساسها بيحكوا معه بينسقوا كرمال موعد وبينزلوا على الايفنت بيعملوا تاتو تحت. او فيهم حتى لو ما منن انتو تاتوينج او ما بيعني لهم فيهم ينزلوا يتفرجوا الانترتينمنت، في اشي اكل، في بيفرج، في ارت جاليري هالسنه. هات لنحكي شوي غير يلي بدقوا تاتو واللي بدهم يدقوا تاتو. شو في يعني وقت نقول انترتينمنت؟ شو في انترتينمنت هالسنه؟ عندنا بيج لاين اب، يعني في عندنا دي جيز، عندنا دانسرز، عندنا بنتين جايين من يو كي هن بيشاركوا بكثير تاتو كونفنشنز برا. They will do fire show يعني just to keep the people entertained، لانه عندك 12 ساعه، 12 opening ل 12 عشيه هذيك السنه بقينا، so it's very long hours. في اكيد الشرب، في فود ستاندز، في ارت جاليري، في اكزيبيتورز اللي بيبيعوا. شو يعني ارت جاليري؟ شو رح نشوف؟ في فنانين يعني هول؟ لا هيدا الاوتسايد اريا، هيدا التشيل اوت اريا برا. في اللي عندهم كانفاسز بيرسموا على لوحات، مثل ما عملنا ميني معرض صغير بس لنفرجي انه التاتو من ضمن الفن. في كمان ارت جاليري اللي هي تابعه لهيدا الشيء. عم نشوف كمان صور من السنوات الماضية. وين كانت السنة الماضية؟ بكونكريت 94. كمان هالسنة نفس الشيء. صح. بساعة قد ايه بساعة عالم؟ قد ايه متوقعين يكون في حضور هالعام؟ أكيد أكثر من هذيك السنة بكثير. يعني في عنا فايتين معنا سبونسرز هالسنة أكثر. الادفرتايزنج والماركتينج كان بلشناها أبكر بكثير من هذيك السنة. سو أي فئة عمرية عم بتكون أكثر حابة تعمل تاتو؟ الصغار، الكبار؟ قد ايه كان عمره أكبر حدا يمكن فات على المعرض؟ كان عنا من كل شيء هذيك السنة اكشلي، بس ما استقبلنا أندر إيج، أندر 18. هو اتس illegal unless في حدا من الأهل بيجي بيمضي ورقة إنه هو أخذها على عاتقه الشغلة، ساعتها التاتو أرتست فيه يعمل. تحت أي عمر؟ 18. مع انه بنشوف كثير اشخاص بيكونوا مفروض يكونوا الاهل مع هالاشخاص اللي تحت عمر 18 يمضوا ورقه كونسنت انه هن قبلانين بهيدا الشيء، يعني بكل هن بيتحملوا مسؤوليه الافعال. اوكي، طيب قديش انت صرت تعرفي عن تاتو، عن الوسائل، عن الالوان، عن المكانات؟ ما كثير، شوي بعيده من هذا المجال، بس يعني انا كثير اكثر تطبيق على الارض وكايفنت اورجنايزنج. صح، بس بشكل عام مثلا ما بتعرفي اذا حدا عنده تاتو بده يشيلها؟ اذا بلا اكيد دفنتلي. انا اشتغلت فتره واستلمت محله لديفيد لجوزي كذا سنه از مانجر للمحل، ومن ضمنهم الابوينتمنتس، السفرات، التليفونات، الافتر كير، كيف ينتبهوا على التاتو والاجوبه 100%. يعني من هونيك كل ما كنت عم بسمع منه عم باخذه واتعلم. طيب اذا حدا بده يشيل التاتو ليزر تنشر عادي؟ حسب التاتو شو هو، حسب كبره، حسب قد ايه، اذا
قديم خط رفيع اذا فيه كولرز قد ايه بده سيشنز ديبندز. بيقولوا يلي ببلش اول مره تاتو بكفي بحب يكفي على كل جسمه. انت بس بعدك بتاتو وحده ما عم لحق. مش لانه ما بدي ما عم لحق بس عبالي. ايه لا لا. جوزك كم تاتو عنده؟ بتحبي تشوفي تاتويات على الجسم؟ جوزي عنده بيج بيسز، يعني عنده شيء 5 أو 6 بس كبار، يعني يد اجر ظهر، يعني هيك شيء. وما ما حيوقف اكيد، دفنت لي ما حيوقف، رح يضل يعمل اكيد. بعد عنده كثير مجال، بعد عنده كثير مساحه على جسمه، قصدي كثير فراغات. ما عندك يعني مشكله؟ لا ما اتس هيز هوبي، هي لاف اتس هيز باشن بالاحرى يعني. طيب خلينا نسمع شوي من تيزر يلي عم نشوفه بنرجع نكفي حديث. بلش؟ ما بتطلع بالكاميرا ولا شو؟ هي واتس اب فيستيفال؟ ليه ما انا عم تعطيه فيستيفال فيستيفال؟ لا I don't know what I want. I really don't know. بدي اعمل انفينيتي. ما عم تزبط. Put that shit away. سيارتك. I can't say get drunk. Stop, not drink. It's gonna be the best promo yet. FYI. وبس. هول اللبنانيين. شو كنا عم نشوف؟ خلينا نحكي، عملنا فوتو شوت لكل التاتو ارتست اللوكلز يلي شاركوا السنه الماضيه ولا يلي هلا في عندنا كثير عالم جديد فاتت معنا هيدي السنه، سو قررنا نعمل تاتو يعني نعرف عنهم بالايفنت. عملنا هيدا الفوتو شوت، وهيدا الفيديو اللي قطع هو تيزر بفرج هيك شوي لحظات فاني بتضحك، اشياء اغلاط يعني اغلاط صارت وايه يعني اوكي. وعرفنا عنهم بطريقه انديركت. لما نقول ارتست انتم اكيد ما بتستقبلوا حيلا حدا يمكن بيعمل تاتو، يعني في معايير معايير معينه لحتى يشاركوا بالفستيفال؟ صح، يعني بده يكون في اتليست ييرز اوف اكسبيرينس، شغله يكون نظيف، لانه في يعني بتروحوا بتشيكوا قبل على شغله؟ لا ما بنشيك، لا يمكن لانه بالمعرفه بالمعرفة، لأنه في كتير ناس أشخاص عن جد صارت موهوبة. صح. برسم التاتو عنا بلبنان، وفي كمان أشخاص رايحين للإكستريم فيها، بيروحوا بيشوفوا معارض برا، بيشاركوا. صح. بورش عمل. ما بعرف قديش بعد في مجال يتقدم هيدا الموضوع. في مجال كتير يتقدم، بس كمان بمحل إذا فينا نقول فلتان شوي هلأ الخبرية، يعني في كتير كمان صار في كتير مفتوحة. صح. كتير صار. صح. صار في كتير، يعني ما فيها بعد ما فيها من نوع التاتو اللي فيه مراقبة انضباط. يعني هلا في مين ما كان عم بيتعلم يعمل تاتو، عم بيروح يشتري مكانات ويبلش من البيت، وسلولي سلولي بيرجع بيفتح ل بيوصل لمحله. هون عم نحكي بالفستيفال رح يكون بس في تاتو رسم التاتو او كمان مثلا الحواجب؟ لا كوزمتيك ما خص، لا ماشي اونلي بودي ارت اللي هن تاتو على الجسم. قديش ضروري عن جد، وهون رح نضوي على هيك شق ضروري الناس يعرفوه، قد ايه ضروري النظافة؟ أكيد هي يعني عم نستعمل ما بعرف شو الماتيار اللي بيستعملوها، إبرة ما بعرف شو بتسموها. أكيد بس قد ايه ضروري عن جد تكون مثلا نظيفة الإبرة؟ في في يعني هو بيشبهوه كثير للحكيم، يعني بدي تفوت على محل التاتو ارتست بده يكون كل شيء عم بيستعمله معقم. على شو لازم ننتبه أكثر شيء؟ إذا حدا ما بيعرف بده يفتح كل شيء قدامك، بده كله يكون يعني الابره بدها تنفتح، الابره بدها تنفتح قدامك، المفروض كل شيء عم بيستعمله يكون معقم اوريدي قبل بوقت. طريقه الشغل during the tattoo process، الجلوفز اذا مسك تليفونه مضطر يرجع يشلح الجلوفز يغيروا محلهم، يعني ايديه ما لازم يدقوا غير بالشخص، اذا راحوا محل ثاني كله بده يرجع يتغير مثلا. وهلا صار في وسائل بتخلي الشخص يخفف وجع على حاله، يعني بعتقد في انواع من البنج كريم. ايه في منهم بيستعملوها، بس في منهم ما بحبوا فكرتها، لانه بتصير طالما تخدرت الجلده الحبر مش حياخذ مثل ما لازم. بعد فتره بدك تلاقي انه في محلات فيها فراغات او محلات مش اخذه منيح،
unless you بتجيبي هيدا النومين كريم او البنج المفروض ينشرى او المضبوط اللي لازم يستعمل. اوكي، كنا عم نحكي انه هلا منا مضبوطه خبريه يمكن الرسم او الاسعار حتى بالتاتو بالفستيفال، عم بتجربوا تضبطوا هالموضوع؟ هلا هالشيء بيرجع للتاتو ارتست يعني اكثر، هلا يمكن عم بيساعد بمحله شيء بس بالايفنت بيساعد بطريقه ثانيه. هي قصدي انا بالايفنت مرجعيته الارتست بيكون في شيء اوفر يعني، او في منهم مقدمين فاوتشرز، في منهم عم تو ماركت كنت المحل عم بيقولوا انه اذا بتاخذوا موعد بالايفنت نعمل لكم ديسكاونت هيك ليتشجعوا ينزلوا، اذا ما بدهم يعملوا ينزلوا يشوفوا على القليله تحت شو عم بيصير. بس المرجعيه نحن ما بنتدخل فيها، هو حسب الديزاين حسب قد بده وقت شغل، يمكن يجيب حدا يقعده كل النهار بس ما ياخذ منه، سو اتس اب تو ذا ارتست بالنهايه، نحن ما كثير تدخلنا. اللي بده بدق للتاتو ارتست بيقعد معه بينسق كل شيء وبيظل على الارض بيعمل التاتو. اوكي، والارتست اللي جايبينهم من برا كيف دغري كانوا متجاوبين انه يرجعوا على هن اللي حكيوني هن اللي حكيوني واتصلوا كثير في على مؤخر لانه كانوا هن بحطوا البلان تبعهم اون ييرلي بيسز يعني ما قدرت لهم اشتراكهم يمكن لانه مؤخر وهن كانوا مش قادرين حابين يجوا، في منهم هلا بلشت تحجز العالم لسنه الجاي، حكينا حدا من اليونان من يومين حجز هو وشخصين زياده لا فور نكست يير للايفنت سنه الجاي. صح. طيب كيف بتلاقي هلا بما انك صرت خبيره بهذا المجال كيف بتلاقي مستوى التاتو ارتست برا مقابل اللبنانيه؟ في فرق كثير كبير اكيد يعني كل واحد عنده هيز كلتشر، نحن هلا يمكن شوي عم بلش نتطور نعلنها اكثر للعالم انه هي عم تتقبل فكره التاتو. في شيء دارج هلا يعني هلا كنا عم نحكي عن الخط العربي تذكرت انه صار كثير دارج هلا الكتيبه بالعربي، كل شيء دارج ما في شيء معين بالتاتو. اسم ابنك بالعربي؟ ايه بالعربي تخطيط عربي، بس في منهم بيحبوا يمكن التراينجل بس يكون فيري سمبل عادي لاين ورك يشوفوها انه اتس ترندي، بس هو الكلاينت شو حابب يعمل المفروض الارتست يقدر. بعد بدي اسال شغله قبل ما نختم، ذكرنا قبل شوي انه اقل عمر هو 18 سنه، بس اوقات بنشوف ناس عن جد كبار بالعمر يعني 70 80 سنه نساء ورجال بعدهم خصوصي بهالعمر عم بيعملوا تاتو، هيدا بصير شو؟ ادمان؟ شغف؟ لا ادمان ما بعتقد، بس انه بيكون في ما هو التاتو فيه بتتحمسي له فجأة يعني بس بدك تعملي تاتو بتروحي تعمليها هلا يعني بتخطر على بالك ايه بس تخطر على بالك بدك تعمليها هلا وبدك حدا انه يستجيب معك انه يقدر يلبيك بهذا الشيء. اوكي سو شو ما كان العمر ما بحسها مشكله ابدا يعني بالنسبه لإلي. طيب اجمالا بيطلبوا اشياء بتخصهم مثلا انت عامله اسم ابنك أكيد. يمكن في حدا ثاني ممكن يكتب بكلمه ما لها معنى او انا يعني ماي مسج انا الكلمه اللي عم فيها مدام على جسمي. بتعرفي شغله انه حدا عم بيعمل تاتو دايم لكل حياته صح. على الاقل يكون بيعني له يعني مزبوط. هلا في هيك وفي عنده هيك خصوصيه في عالم تعمل تاتو لانه دارج التاتو بس حابالها تعمل شيء على جسمها. سائلين هالعالم ما بعرف ما معقول انت ما تقولي نحن اذا بدكم قولوا بس يلي عن جد نحن عم نجرب نوصله بهذا الايفنت ومن خلاله انه التاتو از ارت فن بالنهايه فن على الجسم، واذا حدا عم يعمل تاتو بده يفكر فيها كثير منيح. وفي عالم عندها على اجسامها قصه حياتها يعني اللي مثلا صار معه حادث وما صار له شيء مثلا بيكتبون كتيبه لا زي ريبريزنتد بطريقه بالصوره بالرسمة. او بالكتابه او بشيء بيعني لهم حدا. شو اغرب تاتو شفتيه؟ بتذكر ابدا. طب احلى تاتو داني ممكن اعمل احلى ما بعرف واضح ما بقى عجبها داني ما هي بدنا نسمع شيء كمان من يلي من المشاهد اللي عنا اياهم نرجع
ممكن. تاتو 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 بالعربي كثير غريب، بدنا نذكر وين واي متى من اي ساعه لاي ساعه؟ الايفنت ثلاث ايام، جمعه سبت احد هيدا الويك اند بكونكريت 94 من 12 ل 12 من 12 ل 12. أوكي. نورا جارودي اهلا وسهلا فيكي، بتمنى لكم التوفيق، يعطيك العافيه وبخلصك بالسلامه. ميرسي كثير. اهلا وسهلا فيكي. نحن لهون بنكون عم نختم حلقتنا وبنختم مع رياضه، بكره اكيد حلقه جديده على الساعه 7:30. باي باي. استعد بايرن ميونخ لمواجهة ريال مدريد اليوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا بمران أخير تحت قيادة المدرب المخضرم يوب هاينكس. وشارك لاعبو الفريق البافاري في الميران وهن في حالة بدنية جيدة بعد ضمان التتويج بلقب البوندسليغا والتأهل لنهائي بطولة كأس ألمانيا بعد الفوز الكبير على باير ليفركوزن 6-2. كما يخوض بايرن المباراة بعد انتصاريه الكبيرين في آخر مباراتين بالدوري أمام بروسيا مونشنغلادباخ 5-1 وهانوفر 3-0. وينتظر أن يدفع هاينكس اليوم أمام الريال بتشكيل مشابهة لمباراته أمام ليفركوزن مع شكوك حول الاعتماد على دافيد ألابا في مركز الظهير بعد المشكلات العضلية التي عانى منها مؤخرا. وسيقام لقاء العودة على ملعب الريال في الأول من مايو أيار، حيث يواجه الفائز من الفريقين المتأهل في مواجهة نصف النهائي الآخر بين ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي. فقرر تعيين الحكم خوسيه هرنانديز هرنانديز لإدارة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد التي ستقام الأحد الموافق 6 أيار مايو على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 36 من الليغا. وسبق للحكم الإسباني أن أدار مباراة الكلاسيكو في دور الثاني من الموسم الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 3-2 بفضل هدف ليونيل ميسي في الدقائق الأخيرة. شهد اللقاء العديد من المشاحنات بين الفريقين، حيث طالب لاعبو برشلونة الحكم بطرد كاسيميرو ومارسيلو بسبب التدخل العنيف. كما أشهر هرنانديز البطاقة الحمراء في وجه سيرجيو راموس بعد عرقلته لميسي. وعلى الجانب الآخر احتج لاعبو ريال مدريد على الحكم بسبب عدم احتساب ركلة الجزاء على سامويل أومتيتي لصالح كريستيانو رونالدو. لم يعد خافيا على أحد أن الهدف الأكبر لرئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز في فترة الانتقالات المقبلة هو الفوز بخدمات نجم ليفربول محمد صلاح. ومن المعروف أيضا أن ليفربول سيستخدم جميع الأوراق التي توجد في يده لتعقيد مهمة إدارة نادي ريال مدريد، لكن إدارة الريدز وحتى تحافظ على تركيز صلاح في المرحلة المقبلة أكدت أنها في حال ما قاد الدول المصري فريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا فإنها ستكون مستعدة لمفاوضة كل من يرغب في الحصول على خدمات المهاجم المصري الذي سجل 31 هدف في بطولة الدوري الإنجليزي حتى هلأ. وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة ليفربول تسعى من خلال ذلك إلى تحفيز محمد صلاح، خاصة وأن الفريق على مرمى حجر من تحقيق إنجاز تاريخي في حال فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وتمكن صلاح من تسجيل 9 أهداف بدوري الأبطال هذا الموسم ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين بعد كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الذي أحرز 15 هدف، ووسام بن يدر لاعب إشبيليا الذي سجل 10 أهداف. يشار إلى أن محمد صلاح كوفئ على ما قدمه حتى هلأ في موسمه الأول مع ليفربول بنيله جائزة أفضل لاعب في إنجلترا بحسب استفتاء رابطة اللاعبين المحترفين، متفوقا على نجم مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين وهاري كين مهاجم توتنهام. ويقدم صلاح أداء رائع منذ انتقاله إلى ليفربول من روما الإيطالي إذا سجل حتى الآن 41 هدف في جميع المسابقات.